بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس ويس 16 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنفذوا مع الدرس رقم 16 عنوان نزول أو تشريع أحكام، تشريع الأحكام ذي المرحلة. وكن سميتها بلا قرار البطو ولا مدينة المنورة هكا. ممكن نديروا عنوان آخر، نزول بعض الأحكام التشريعية ثورة لي لوا القوانين. لكن لقيت شرح النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذي هاجر سيمكغ المدينة، القرآن دي نزل فلاس دي الوقت الني أمشي السمان القرآن المكي. سكو اسمي هجر سي المدينة غالمي سيمكغ المدينة بعد الهجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. القرآن دي نزل الوقت الني أمشي سقارن القرآن المدني هكا. طبعا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يغادر مكة المكرمة بعد فتحها ونزل عليه القرآن. هل يعتبر هذا القرآن مكيا أم مدنيا؟ مدنيا، مدنيا. أي غر خطر لبارم نغل أمشي نفرق يا رسم ما تشيل معنى يس القرآن دين زلن في مكة أسنسمي القرآن المكي، القرآن دين زلن دين المدينة أسنسمي القرآن المدني. المعيار صحة ولكن ونصحا أكثر. لا، الهجرة قبل الهجرة قرآن مكي، بعد الهجرة قرآن مدني. أمشي الفرق هي رسم كل يوم يسعى خصائص كاركتيرستيك كل يوم. القرآن المكي ينزل ذي مكة قبل الهجرة يسعى الخصائص، منها أن دار ربي سبحانه اسم سليد في الأمور تاع أصول الدين. أصول الدين يعني المسائل العقدية، المسائل العقيدة. ذا جنزد مثلا سورة الأنبياء فرس دوك ذيمكا وهي سورة مكية. لماذا؟ لأنها نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ذيمكا. صافي، من خصائص القرآن المكي أنه يؤكد على أصول الدين. أي غار خطر الغش إلى المشركين، المشركين عبد النظرة عبد السقوب الهوب اللات العزة كل يوم نندي برونشي. صافي سي نورمال باش القرآن مزوارو يدين زين ذي مكة أذيلي يتمسلي في العقيدة ربيون وليس عشري. فلو كنت دلغ مثلا صورة الأنبياء، الأنبياء تنزل ذاك المثل ذي مكة سيسنت أي ذا كان اقترب للناس حسابهم إخي كيف ذا وروح روح روح على ما توضض مثلا الآية 25، الآية 25 ربي الناد ما شاء الله بارك الله فيك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصور سجي بالذات ذكرت الأنبياء والرسل، ذكرت زكريا، ذكرت موسى، ذكرت عيسى، ذكرت يعقوب، ذكرت يونس، ذكرت وياكم مذكورين هذه الصورة. أم بعد ربي ذي الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معناه رب ذي قار ذي القرآن يكل الأنبياء والرسل إديوسا قفليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أكن ملا بوين ديوث العقيدة اسم لا إله إلا الله ربي يوم مسفهم. صافي وقي قرنس أصل الأصول وقي ذلا باز الجذرة يتصور ذي يسفر يمكن يقرأ ومشي يوم بشكي يكل الأنبياء أكن ملا ننظر بيون ثورة ياسوا ذكيني خطير. ولما يعني لذلك الإنسان الذي لا يؤمن بالإسلام
ظلم نفسه. الو خصيم يسم زوارو ضربي والسين ذ محمد صلى الله عليه وسلم والثلاثة ما إلى يوارد المسيحي ذا عيسى فغدين غيث مثل الآيكم إسلام سورة الأنبياء 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون. ذغى القرآن المكي مسليد فين يعنان حكايات الأنبياء قصص الأنبياء أندى دوسانت ذي القرآن المكي ذي النار يحكى ربي في مشوها فقصت سيدنا موسى فقصت سيدنا يوسف إلى آخره صافي القرآن المكي باش النبي عليه الصلاة والسلام اللي زار هاثن وفريد إدبين إم والهان انتالسا يعني يمشي قاعد يشقى ربي سبحانه الله يبارك. ثلاث مسال ثايل القرآن المكي مسلايد فين يعني التصرف قال الأخلاق يتسك السين إلا نذيرث يتزوين إلا نيلها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت التفضيون إسعيدي ستينطل دخل وزكا ونساتو ثم ثارا وقيم قرن اسم وأد البنات وأد البنات كارثة وغيرها من الأمور يعني أين لن ثيرث إكسيث القرآن أين لن يلها يتسكس فوذ صافي زرع الفضائل ونبذ الرذائل بلا ما طولة. القرآن المكي ماذا القرآن المدني إذ ينزل بعد الهجرة إلى المدينة المنورة قرآن من خصائصه التشريع يعني للوا القوانين مثلا تشريع الصيام من بدي ينزل من بدي يفرض ربي رمضان بعد الهجرة يفرض الشريع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن إلى آخره وبعدين فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر التشريعات الصيام هكا الزكاة أيضا الزكاة تشريع للديتاي وما كصدقة لا ذي القرآن المكي لا ذي القرآن المكي لا الأمر بالصدقة هكا بلا حدود صدق وخلاص ولكن ذي القرآن المدني يسد مثلا في سورة المعارج ربنا ذو الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صافي ذاك ماشي كان صدقين تفغضها لا ذاك تصدق سالميزان تزكي سالميزان العشور ما تساعد إرذن ما تساعد تمزين ما تساعد المال ما تساعد سجارن ما تساعد لغمان ما تساعد ذريمن ما تساعد إلى آخره مسار الدهف مسار الفطة مد الدهف 20 مثقال يعني ليكيفالون بوسا 85 غرام مد الفطة 200 جلان يعني الميزان بوسا 595 غرام الى اخره ياك التفاصيل عند دوسانت وسانت بعد الهجره النبويه صافي من خصائص القران المدني التشريع القوانين المسيره الضابطه لحركه المجتمع الجديد خطر تأسس المجتمع الجديد بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. طيب كذلك تحويل القبلة الظلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتظلى أكد الصحابة أكد المسلمين أندال الظلان إلى بيت المقدس ولكن بعد ينزل التشريع باش ينسل من الظلان القبلة عند الكعبة صافي تحويل القبلة من بيت المقدس بفلسطين إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وإذا تحويل هذه ماشي سهلة لأنت المشاكل دينا وسقارة بون يتظلثني ظلم قبل خطر المشاكل سيزيك إلا أنت سيزيك وقال يعني مستفارة تسومت الشريعة الرسول زاد فيك كان دينا طبقه وخلاص فرات مينو إلا قال يجري ما نسيري الشر ويسوما أنا عم بدي نزل القرآن وحتى مسات بتيت من الشرحة الساقين يقيم دي الوقت نغا الدرس القادم أليس كده خطر قبل صلاة الأذان نهضر في الأسل الآن نزور في الأذان إن شاء الله
صافي صارت فتنة ماذا المؤمنين عادي عادي يناد ربي عند دينا الزال القبلة أليس كذلك؟ تحويل القبلة من بيت المقدس شحال يزول الإنسان من إلى بيت المقدس شحال؟ شهور. هناك روايتان يعني شهيرتان، الرواية الأولى 16 شهر، الرواية الثانية 17 شهر بعد تشريع الصلاة الظل. إذن تجيب كل هذه التشريعات، ولكن في حاجة مهمة أخرى، هل يعني بالتشريع المدني أو القرآن المدني ما عندوش فيه الجانب الأخلاقي والتربوي؟ لا، إلا مرافق، ولكن التشريعات نزلت بالمدينة يعني بعد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. ثم أنفذوا أول تشريع إقذران، تشريع الأذان للصلاة. الأذان كي ومنسل دائما الأذان، ومقال الأذان الشرعي، الأذان الشرعي سلم فيكم. وكي ساعة ما شاهد ما شاهو اليوم الحديث الصوغي فيد الإمام البخاري أكد الإمام مسلم، حديث نافع عن نافع أن ابن عمر يعني مدنا ابن عمر معناه مسن عمر بالخطاب عبد الله بن عمر، مند ابن عمر معناتها مسن عمر بن عمر بن العاص، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم كي جاءوا المدينة المنورة يجتمعون فيتحينون الصلاة. ما معنى يتحينون الصلاة؟ المعنى يس هذا قمة رجل شفان وكل يزيك شفا ذاك يمغارني ثمغارين وغادي ولاش الساعة ولاش كنكا سيطيج صح يتحينون الصلاة ميثيوض أضرح نظل لكن كان من يزرن أثني بضل وقت يبضل وقت الظلم ولاش والسنة الأذن ولاش الأذن لم يشرع يبقى الشهور نوك يزول نمزورة يسلم نمزورة لن وقذ يموثن والسنة لم يبقى الأذن الظلم والسنة الأذن خطر مازال دينزيل مازال يعني لم يشرع بعد. وبعدين كاوث فثي الظليث وعرقس الوقت لأنه ولاش ليس ينادى له ولا شو ما كانش اللي ينادي أسينية ورزاليث. وبعدين فتكلموا المسلمون سمسلين أمش يعني فقال بعضهم لو جالسين اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى النصارى سيزيك ساعة ناقوس النين فناقوس النين طن 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 سنة لو جالسين نخدمه من اثنين باش من المين سلاغي وستنطن أروح أنزل. وقال بعضهم بل بوقاً أنا أخدم البوقن يا كي أمين أخدم اليهود صافي أيني قلة أيني قلة سنياً سن كله شو ديقار. فقال عمر بن الخطاب يعني سبحان الله عمر الفاروق إلا شحال مواضيع عند ربي وفقي فيه سبحان الله مثلاً في موضوع مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم صلى فقي الآية نزلت وافقت عمر بن الخطاب إني سن في صلى الله عليه وسلم إني في كيس اقتراح باش مقام إبراهيم يعني زيادة في التشريف يسعر القيماس القدر يسعر باش نزل الدين وزد الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثلاثة سبحان الله إقيم رسا خطر آية دين زلن أكال مثل يردوني يون مكخل من الطواف حول الكعبة المشرفة إن شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد طبعا كان عزيز جدا لا من مكة ولا من المدينة ميخم طوافة شريخة إلى قصة ركعتي أنت أنت الظل خلف مقام إبراهيم فقمت واتخذ المقام إبراهيم مصلى طبعا ثورة مع الزحام ماشي شرط ما تقربوا زي كاسمي الغاشي قليل الظل ازدادس المقام فينا الله أكبر من هانسان بعد الكعبة تنزلس ولكن ثورة مع الازدحام افعل 10 متر 20 30 40 روح روح ميلا
ورثو في ضرك كان ممرض شيرني وكان دثو في يجوز. المهم تظلل ركعتين، الركعة الأولى بصورة الفاتحة أكد قل يا أيها الكافرون، ركعة في السناف الفاتحة أكد قل هو الله أحد. عمر بن الخطاب ذاكي أشو سنينا إن يستخرط أكل شوالا قل النصارى نغ اليهود إن يس أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة يوم السيقول هذا عقض ذايا من بعد مشي السوال الصلاة جامعة وليش الأذن الصلاة جامعة مثلا الغشي يوالاقي الصلاة جامعة دالين أدروح مش الظلم. وطبعا دائما في مكان مرتفع يعني مثل زي قبل دسنا كل الميكروواتاقية والبارلوراقية الأخيرة المنارة وساون الصوت كان خلاص مباشرة هذه وضع نعم ذي بالراح يعني يصل الأذان والقم كان كعلين هكا وثورة إلى التأويل ثورة إلى التأويل. هذا الحديث متفق عليه بلال يقف ذنك يعني بهذه الطريقة. من بعد صفي صلاة الجامعة من بعد ليون اسمي عبد الله بن زيد يحضر في ملي اللي ثاقيه كون الصحابة إما تخمي من أمش وسيقار نخدم تناقص وسيقار كذا يبويث ذغفل يبويث ذغفل. من بعد سيدي ربي سبحان الله يسد المنام يرجع مخلوق يعني الصحابي الجليل يرجع ثارقيث إيوليون كذا في هذه التفاصيل يرفع التناقص ذي المنام الناس زنزيت سيد والناس شخص مضيس الناس باش سيسارا سيولي الغاشي باش تظلم وكذا الناس يدفتغيني فنوى يغرى يسد الأذان الأذان كما هو فادس غادي نضغر الحديثين بعد وضغر. المهم يفكي يسد الأذان كاملا إذا سيدفك وين لان خير با خير تناقص تاقي خير أمش وقيد المنام عبد الله بن زيد إن يسد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفي الأذان يحفظ في دعاء عبد الله بن زيد ذي المنام أدي حكون سي عبد الله بن زيد إنايك ثم استأخر عني غير بعيد ولكني ولا ذي المنام إنك يغلك شوية رذفير شوية رذفير ثم قال بعد إن يسد وتقول إذا أقمت الصلاة يعني ذي الإقامة أدوضك الأذان بعد إن قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يحفظ في الكومبلي يحفظ الأذان يحفظ الإقامة ربي الحمد لله يسد زكاني كرد زكاني راح في صدار يسلم أي حكاية ناس يا رسول الله ولا غذي المنام كذا 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 كذا. أم بعد قفلت كملغ أكون سفهمغ مسألة شرحناها فيما سبق بين قوسين يعني يرتشيون إلا ذي السنة إلا ما قارم السنة القولية يعني أين دينا في صلاريس ذواليس ما يناد مثلا في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث السنة قولية ما يناد في صلاريس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث السنة قولية إلا ما يقارن السنة عملية السنة عملية يعني كني خدم من فين نخدم صلى الله عليه وسلم ذي الظلثين صلوا كما رأيتموني أصلي ظلث أماكن إثوالا أتظل اللوضو اللوضو الصحابة ولا أنت بكي تساق اللوضو إدم دمان يتساق اللوضو مزدسن كما في حديث عثمان بن عفان
بالتفاصيل مثلا السؤال لك تشفوض نكونيو كنحفظ اللوز طريقه ياكي تشفوض ما كتستغل اللوزو تشفوض كتسرو ماركيض تسوالي من بعد ترفض الفلاس يفسني ثلاثه ثيكال وبعدين ايمي اقموش بعدين زران بعد وزام يعني يوث يوث اكي كنا النبي عليه الصلاه والسلام اناس صلوا كما رايتم نصلي في الحج اناس خذوا عني مناسككم اكني ولا يخدم يخدم أكا يفذا الطواف سلك سي الحجر الأسود الأسعد فذا السين يخدم الهرولة مثلا الصفا والمروة يعني يخدم السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية وبعدين يخدم الهرولة بين الخطين الأخضرين أو الضوئين الأخضرين نخدم إلى آخره ذاكي هذه المسألة ماشي مسألة اجتهاد مسألة اتباع واقتداء إلا هو النوع والسين والثلاثة ذي السنة اسمه السنة التقريرية شو معنى السنة التقريرية؟ المعنى يسيونس الصحابة أديني أوال نغادي خدم الخدمة إما في صلى الله عليه وسلم يحضر ما يحضر يقفلت إما سووال أتيقفل نغ يبتسم هذه الساكني خاطر ما يبتسم يضصاد يعني قفليت مش الذي ينطق السكوت في موضع البيان بيان من بعد أدخشم في السنة ولكن وسيف كان القيمة ذن في صلى الله عليه وسلم وما صحبه صحبه إن دوال نغي يخدم حاجة لا تقول لك خدمون في قبيلة في قبيلة لا في عليه الصلاة والسلام لن أعمال وأقول في قبيلة لا فجلسة السنة ولكن ذا السنة أين قبل في صلى الله عليه وسلم ذا شو تقول ماشي قولية ماشي عملية أتقول السنة تقريرية أكيد اسميس نمس فهم الله يبت فبنو غلق الموضوع عبد الله بن زيد يحكد ثم شهوتين في صلى الله عليه وسلم إن يسور قار كذا 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 ذا شو سين النبي عليه الصلاة والسلام إنس إنها لرؤيا حق إن شاء الله أثني قبلت إنها لرؤيا حق إن شاء الله أم بعد إنس فقم مع بلال بلال هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت بعض الروايات إنك ذي الوقت الني عبد الله بن زيد يهلك صافي يوري الزميرة لا نسير في الأذان وفي الرواية من أظن ديننا خاطئ النبي عليه الصلاة والسلام يختار بلال ذن سيد المؤذنين هكا تسانا تسال المهم ذن سيد المؤذنين هذا هو الثابت فقم مع بلال إن يسفى ألقي ما رأيت فيؤذن به إن يسئين سين ثوال ظلمنا صحفظاست باش في ديني ذي الروايه في ذي الناس فانه اندى صوتا منك لا يقولش المحاباه اندى صوتا منك كسر بالصوت يلها علي جهوري الصواديف والسوثار ذي الوقت لاش الميكرو لاش الميكرو بلال بن رباح وثقيت الشغل سيدي ربي خطر الثثالب اللي وقيل لذاك اللي عبد عبد ويسحت قيمة استغنى زنوزون ديال السواق اسمي ثبوين زرا مشو سيدرا في بطحاء مكة وزرا مشو السخانة قيل لندين وخاصة ديال الوقت اني يطيش سخانة سوفلاس أكني عرنا سكو يعني الجسد ينس ما عاد العورة سير سنتا زروط شوف لا يحمان انت فرم اللي يرغان ذا شاسيني سي قال كان احد 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 يون سي العلماء في السيافور باسم خالد محمد خالد يخدم كتاب رائع اسمه خلفاء رجال حول الرسول اسمه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم ام كولي والنصح في سيفك انتي تركه عنوان يوضر بلال أم كيس يسمى
اسم يس أحد أحد الساخر من الأهوال. يوضل خالد بن الوليد إنك لا ينام ولا يترك أحدا ينام، يعني كل صحابي يفكيسك الصفة من الصفات البارزينس. يوضل بلال اسم أحد أحد الساخر من الأهوال، بلال بن رباح. رب سبحانه يجازيه ثلاثا الحمد لله، صار مؤذنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إن يسفى قم مع بلال فألقي ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. بلال يوض الوقت نصليت رفع الأذان، بس الأذان يقلا يقفل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو. من بعد عمر بن الخطاب يسلا ياس، يروح ديريكت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسأل الحديث إنه يجر رداءه، أما كان لكن سلم غولا يزرف يتغوان. إن ياس يا رسول الله والذي بعثك بالحق يا رسول الله رأيت مثل ما أري، أينك يا كسلغة ولا خير منها. سبحان الله، أولى ذكيني أكل كلمة نفسها. ذا شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس أي غر ويتخبر ضر، يعني كان في حرج ذي بلغ ويتبلغ أسمي إذا يتفرع يفرع شغل داين يروح دي ناس دا شو إلا فقد أغس إذا يقول أدب النظم يا الصحابة أمشي تقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا بعض اللطائف فيما سبق، ونثني يا ربثن في صلى الله عليه وسلم في الحذاقة كل حاجة سويل وتبرزي نارا إني سوقي أمر تشريعي وكي أمر تشريع، لكن التشريع يعني ورث المنام. إني سلوك عند الرسول في ولا صلى الله عليه وسلم، نعم الرسول يسن كني نار مع عبد من عباد الله صافي أماكن قاثرة يونو ضار رذفير رزدات سين رذفير أديني وردي قار أديني وردي قار خطر سلح ذقني سعان صرف قني عليا كان مترددا ولن وقادينا إنه كان مستحيا، وحتى في الثروين إنه استحييت إني يسوع عمر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم استحييت أمشي كدينا كواغذي المنام خطر دغفل أمشي رزلا أمشي رمسوالا صافي شغلات سراجون من مادية الشريعة نسي استحالة ديني شفي غاني غاني ونوس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ده عميس مقر ذي العمر في النبي صلى الله عليه وسلم ذي العمرة استقصت يونس صحبي إن سنوي جم قرن كيش نغذى الرسول إزمال سين كي جم قرن في اللاس يعني غلفق ذي العمر الضيف يوفق ربي سبحانه وسينار كيني مقرغ في اللاس الضيف أسلم كيني مقرغ في الرسول إن ياس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله تجلس مثل الحذاقة إن ياس الرسول مقر في الليل ذي القدار ذي القيمة ذي الشام ذا شو كيني للغد قفلس صافي النتيجة يبضل الهدف ولكن سلح ذاقة ذا رحم ربي وسينان أي سيلان ذاك سوم ذا شو كيران ذا سنان خطر نتعلم من السيرة مش كان المعلومات والأحداث نتعلم الأدب. لذلك عمر بن الخطاب يسيس الزاير ولكن اسمي يسلا يسير الأذان لكن في ولا سوا سوا يروح دم في صلاة يا سلمى سلمى شو سينا زرمة شو سينا بصلاة يا سلمى يا عمر بن الخطاب إنس فلله الحمد. الحديث أخرجه الإمام أبو داود فلله الحمد صافي أين يقول عبد الله بن زيد يكونفيرمي في قبريث في صلاة يا سلمى يقول هذاك هو الأذان الشرعي أسمير في الصوتيس بلال بن رباح عمر يسلاد يزلد سلم غاولة يفكاس الخضار في صلاة ترانسبارنس ولكن شفافية شفرن إن سي رسول الله إن ياس
لا ينسلغك ولغث والذي بعثك بالحق، يعني يقول ربي سبحانه. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عمر فلله الحمد، الحمد لله صافي سنه ترقوا. عبد الله بن زيد ثرقة ثم زورث قال الرؤيا الصادقة الصالحة، أكد عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ثورة الفوائد صافي الناد باللي بعد الهجرة نزلت تشريعات، تشريع أم زورث ذوى ذلذان لذان يغال أذان شرعي، هذا هو الأذان الشرعي. سقسني يا رسا كلمة يردونيث ذو الأذنقي ومنسل، هذا الصوت هذا الأذان المبارك اللي شعار الإسلام وكثن دخل. ثورة أدنفك الفوائد من التشريعي ثم زوالوث ربنا دي القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صافي تظليث كل تظليث ساعة الوقت، طهور دي طهور، العصر ذي العصر، المغرب للمغرب، العشاء الفجر صافي ربي الناد إلى كل تظليث والفراغ المفروضات أو المكتوبات كل يوث ذي الوقتيس. الأذان فائدة الأولى، الأذان الشرعي هو إعلام بدخول وقت الصلاة، هي الفائدة الأولى واضحة، ذي الإعلام ذي الأخبار أرى يوظناكم ذانا بلي أثاني الشام الوقت نصليف. ثورة ونزمير نسل الأذان العشاء الميبض الميبض، أليس كذلك؟ صافي أذان الشرعي إذن هو إعلام بدخول وقت الصلاة، تلقى الفائدة الأولى. الفائدة الثانية دشوت أن الأذان يشتمل على أمور جليلة وعظيمة، منها ثم زواروث فيه تعظيم وتكبير لله، لله تعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديس له. أمشي تبدأ الله أكبر الله أكبر، ماشي الله كبير أنا أكبر. لذلك أحد العلماء إنك ميك دغري المصيبة وسقرر أربي المصيبة مقرف إن سال مصيبة ربي مقر باش تسوال مزيث خطر مدين الله أكبر ستادير الهموم الدنيث والذوبن خطر الدنيث إلى الهلاك إلى هموم ثلوفة إلى كلش، ولكن من سلكان الله أكبر صافي تعظيم لله وكذلك يتكد القوة ابن آدم السقيق وكذي يتسنادين يتنفسيث يبسيكولوج يمسنوناكي يتسنوذن ثم سنتاكي شو كنان ناناك ولاش شو دي تساكن لين يرجي قوة طاقة يوم ذان أم تكبير الله أكبر. وحكى لغد المجاهدين إنك مطفن يون أسخذ مثعت سفن سوامان أكد تريسيتي أكد الصافون تصير التكنيك استخداما إنك الصوت يقر الله أكبر الله أكبر نغلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكا. وفرنسا إنك ولا شي شكوارا ديون جنرال من جنرالات فرنسا إنك شوي قرحنا طاس سين لومور الأمر مزوالو الله أكبر يسلم سي المجاهدين سي قرقاز سي ثلاوين إلى آخره الله أكبر. أي الاثنين قرحن ذاغ ثغراثين ثغراثين مرن غنية ولا ثداوين المفروض أتنصدع فن بلي نغيون يرقازن نغيون ثلاوين وكذا قلت صف ثلاوين ندر فن ثغراثين ثغراثين صافي قرحي ثن ثغراثين ونكون ذي الثقافة النغ ذي الفهم النغ بلي وقيت الشهيد مدام الشهيد ربي الناد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي صفي الشاهد حاجه كبيره يا يلا صفي تعظيم الله اكبر.
توحيد، خطر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، صافي ذكي وحدانية. سلام قبل حين سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في سورة البقرة في أواخرها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى لا انفصام لها. صافي التوحيد مع ونفي الشرك، خاطر ما دين لا إله، نفي إلا الله إثبات، نفي وإثبات لا إله إلا الله. إذن إعلان التوحيد ونفي الشرك، ثقي ذي الفيدة من الأذى أتني لن دخل في ثلاثة. كذلك الإعلان عن الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ربي نيس القرآن ورفعنا لك ذكرك. جبريل استقسم في صوص ميس وشو قال في ذا ربي يرفع الشانك يرفع إنيس ما ذكر اسم الله إلا ذكر اسمك معه. ربي سوليس الشام دي واحد من ندايث مثلا الأذان إلى ذكس تكبير ذا سلامة الله يبارك، نظري وتطبيق تعظيم الله عز وجل، إعلان التوحيد ونفي الشرك، وكذلك إعلان عن صدقية رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمد رسول الله، وثقي ضرب سبحانه انت دي ديش قعناك الأنبياء والرسل كل يوم شو القدر يفكى يفكى يس أكثر الأنبياء والرسل وياه الشغل يأكل الأنبياء القرآن أسيسول يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة سيسميس يا إبراهيم خليل الرحمن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني أنا ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مدي بضل في محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي نغسني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن رب سبحانه رفع قدره ورفع شأنه صلى الله عليه وسلم وصلى الله على جميع النبيين والمرسلين. ذا شو قلنا دي الأذان دا دعوة إلى الصلاة يا أخي حيا على الصلاة، والصلاة عماد الدين تظلث تجديث الدين أليس كذلك؟ صفة دي الأذان حيا على الصلاة يرنياس خطر حيا على الصلاة أكيد ليش طلع ثاب اللوظو غمان السماضان عقو يعني التصيق الله أكنا مشيك يرنياس حيا على الفلاح معنتها سبيل لنيل الفلاح ماشي كان يوزل يوزل يرزل بهم. صافي الله يبارك الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الأذان. فإذن في الفوائد الفائدة الأولى ذين الفائدة الثانية ثم الفائدة الثالثة إدبار الشيطان إدبار الشيطان ثم الأذان يقوم من سنة الشواطن أكن رسلني الأذان لهربة سلك. حديث أبي هريرة الذي سنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان إلى آخر الحديث يعني حتى لا يسمع التأذين. حديث متفق عليه يعني صوته الإمام البخاري أو الإمام مسلم يكون نربح دي الله في أرمي يرول الشيطان يرول الشيطان إذن كي يسمع الأذان يفر منه. لذلك بعض الرقاة يستخدمون الأذان حتى في الرقية الشرعية. نعم هذه السي الأذان وثيصة ربعة فضل الأذان الأذان الله أكبر سالف الظلم قرآن في ذرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. هناك حديث كثيرة في هذا الباب سنف كربي يون الشن علين ذي الجنس ذي الأخرس أطول الناس أعناقا. الحديث هو أيضا صوت الإمام أبو داود يناد النبي صلى الله عليه وسلم إنك المؤذن يغفر له مدى صوته وثورا مبروك عليكم المؤذنين خطر مدى لو ميكرو صافي
ويشهد له كل رطب ويابس. يوم القيامة مين من الكائنات النظام نزرة تجور ماشي كان أدشهدن ذي الفيذنون باللي في سنة كذا وكذا ذو قور صفر 1437 نسلان إلا ذان العشاء نغل المغرب نغل الفجر كذا الفلاني الله يبارك خير كبير تجي تجار لنتبور مدام الوقت يعني الحاضر. وكان الفائدة الخامسة شرع متابعة الأذان كما تعرفوا في مسائل فقهية أخرى يعني لا يتسع المقام التفصيلي فيها سنذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله. الأذان ما إلا يكون وحده ما إلا دخان ما إلا القضاء زمور بعد الوقت نزاري في بوض ما إلا تدنظ باش يعني تنادي غيرك يعني تنتظر غيرك يعني في مسائل فقهية أساقي تتقرغ على دين غير النظم يعني أساقي. النقطة الخامسة شرع متابعة الأذان يعني والنبي عليه الصلاة والسلام وعد بالأجر الكبير لمن يتابع الأذان صدر الأذان ذبعيث أكن دينا المؤذن دينا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن دينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول سلام سي المؤذن أكن دينا غينيت إن الله أكبر إن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ثم ميدي بض زرم الحي على الصلاة حي الفلاح ديني لا حول قوة بالله لا حول قوة بالله زرم كل شغلكي إنك ثم صلوا علي ذي النهاية فمن صلى علي صلاة بعدين صلى الله عليه وسلم إنك صلى الله عليه بها عشرا الله يبارك ثم سألوا الله لي الوسيلة يعني سألوا الله عز وجل لي الوسيلة بعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة إن ياسا شو وسيلة فإنها منزلة في الجنة يعني ثقي مدينة الوسيلة معناه منزلة علين ذي الجنة. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى درجة العالية إنك وأرجو أن أكون أنا هو السير من النبي صلى الله عليه وسلم باش أذيلي ذنسا ومرض صح درجاجي عليه. فمن سأل الله لي فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة الحديث أخرجه الإمام مسلم معناتها أن نربح الشفاعة في محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.